أستاذ مختار كامل، الآن تتصاعد الانتقادات والدعوات لمقاطعة التعديلات الدستورية التي يريد السيسي أن يدخلها على دستوره. إذا أردنا أن نشرح للمصريين خطورة التعديلات كما تراها أنت، ماذا نقول؟ التعديلات يعني شيء إلى جانب أنه سامج للغاية، يعني إنما هو مدمر للبلد إلى أقصى حد. يعني الناس لسه طالعة كانت من 30 سنة تحت حكم رجل واحد، ثم حدثت فترة انتقالية مثلا سنة ونص أو سنتين أو حاجة زي كده، وبعدين واحد تاني عايز يقعد لسنة 34، وبعدين لما تيجي سنة 34 نمدله 20 سنة تاني أو لأولاده. والكلام ده كان معروف من زمان، يعني النيات دي كانت معروفة من فترة طويلة. وبالتالي فده شيء مدمر للبلد، شيء مدمر لمصالح الشعب، وشيء يعني الحقيقة يجلب غاية في الاستصغار من العالم الخارجي لما يجري في مصر ولنظام الحكم في مصر. وحتى نفس الناس المصريين نفسهم النهاردة، أنا أتصور عدد كبير منهم من مختلف الفئات الحزبية والسياسية يشعرون بمرارة شديدة، وخاصة الشباب منهم، يعني الذي يعني تحمل أكبر التضحيات من أجل 25 يناير.